بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بحضراتكم في مشكله دايما يعني مختلفين فيها ان احنا دايما اقول لك ما تسميتش اليوريا في الحراره وطبعا كنت كتبت منشور على الفيسبوك ولقى ايه اعتراض من البشر يقول لك لا 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 تتسمد في الحراره والدنيا والدين انا بتكلم على محاصيل الخضر يا جماعه ماليش دعوه باي حاجه ثانيه تمام اليوريا لا تسمد اطلاقا في الحراره وحتى ما بتسمدش في البروده الا في بعض الاوقات او بعض الظروف وهنقولها كلها ليه بنقول ما نسميتش اليوريا فوق درجه حراره 25 درجه مئويه اولا السبب الاول ان النبات بيمتص اليوريا ديت على هيئه امونيا تمام بيمتص النبات بيمتص الامونيا دي اللي هي اليوريا تمام بيتم التمثيل الميتوبلازمي بقى بيها بيتم التمثيل فين في الجذور تمام عشان ده يحصل عشان يحصل عمليه التمثيل بتاعه الامونيا دي في الجذور وتبقى ميسره بقى للنبات عشان ده يحصل لابد من توافر السكريات تمام طب السكريات دي نجيبها منين نجيبها من الاوراق بتنزل السكريات من الاوراق للجذور عشان ترتبط مع الامونيا ويحصل عمليه التمثيل العمليه دي بتستهلك طاقه كتيره واكسجين كتير السكريات دي عباره عن طاقه واكسجين كتير طيب اذا فأي حاجة بتقلل من توافر الأكسجين وتوافر الحرارة وتوافر السكريات تمام ده بيأثر على عملية التمثيل يعني إيه الكلام ده يعني علشان الأمونيا تاني علشان الأمونيا يحصل لها تمثيل في جذور النبات لابد من توافر سكريات وأكسجين من توافر السكريات وتوافر الأكسجين تمام يبقى أي عامل من شأنه أن هو يقلل السكريات أو يقلل الأكسجين لابد ان هو يأثر على عملية التحول وعملية التمثيل بتاع الأمونيا تمام؟ إذا فارتفاع درجة الحرارة هي يؤدي إلى زيادة عملية التنفس صح ولا لا؟ زيادة الحرارة هيزيد عملية التنفس طب لما يزيد هي عملية التنفس إيه اللي هيحصل؟ استهلاك السكريات هيكون أكتر تمام؟ كمان مع ارتفاع درجه الحراره بتقل زائبية الاكسجين دي تاني حاجه تمام طيب لما مفيش اكسجين كتير وان عمليه التنفس زادت فزادت استهلاك السكريات اذا الامونيا اللي في الجذور ديت مش هيحصل لها تمثيل فممكن يحصل تسمم هيحصل لي ايه هيحصل لي تسمم للنبات لذلك نبات الطماطم لما تضيف له يوريا كتير بص تلاقي الورقه بتاعته ابتدت تلف ابتدت تلف والظاهره دي كلنا شف شايفينها وعارفينها وللاسف الشديد ما حدش عايز كل واحد يعني وصلت لدرجه الاستخفاف بالعلم ان واحد بيقول لي احنا ما سميتش اليوريا في, في, في البرد علشان اصل هي بتبرد الميه يعني انا بس بتبرد الميه بتاعت الري شفت الكلام يعني كلام غريب يعني ازاي انا ازاي أنا النهارده هحط في فدان أرض مثلا 15 متر أو 10 متر مكعب ري وأحط عليهم 5 كيلو أو 10 كيلو يوريا الدنيا هتخرب يعني كلام غريب. طيب بنستخدم اليوريا في أوقات معينة يا جماعة، أولا أنا ماليش دعوة بالمحاصيل، خليني في المحاصيل خليها واذا كان برضو اليوريا في الشتاء في الصيف ما تسمتش لي المحاصيل الا في نطاق ضيق خالص ليه لان اليوريا جماعه في الاراضي القلويه بتتحول لامونيا والامونيا دي غاز متطاير امونيا ان 3 غاز متطاير يا جماعه بيطلع في الجو ما منه تمام دي رقم واحد رقم اتنين اليوريا برضو في الحرارة برضو بيحصل فقد كبير جزء كبير منها وخصوصا لما بتضاف سطحية وما بيحصلش حرت وراها او ري مباشرة بيتحول جزء كبير منها لامونيا يعني امونيا ان اتش سري غاز امونيا متطاير في امونيوم وفي امونيا امونيا يعني غاز متطاير تمام طيب اليوريا بقى بنستخدمها امتى بنستخدمها في الشتاء زي الفل اليوريا زي الفل اليوريا طيب نستخدمها امتى في المراحل الاولى من حياه النبات في المراحل الاولى من حياه النبات ليه لان هي يعني بيبقى بترتبط بالحبيبات التربة ان هي بتحمل شحنات سالبة موجبة وحبيبات التربة بتحمل شحنات سالبة فبيحصل ارتباط بينهم غير النطرات اللي هي بتحمل شحنات سالبة وحبيبات التربة عليها 90% شحنات سالبة فسالب مع سالب ما بيمسكش تيجي انت تروي فبيفقد جزء كبير من النطرات لان اسري بيفقد جزء منها ماينس طبعا ناقص فوق بيفقد جزء كبير منها فين في ميه الري بتاعتك تمام اذا طيب بتقول لي بعد كده طب انا بستخدم النطرات ما انت بتستخدم النطرات يا جميل عشان بيبقى في مجموع جذر كبير بيبقى محتوى التربه اما والنبات صغير ما ينفعش نحط النطرات لان المجموع الجذرى قليل وبالتالي هيتغسل النطرات اللي انا احطها اما لما النبات بيكبر بقى بمرحله نمو خضر والمجموع كبير فمجموع جذري قصدي كبير فبيلقط اي ايون نطرات ماشي في في الطريق فبيقلل من عمليه الـ الفقد بالليشينج او الغسيل بتاع التربه تمام اليوريا كمان يا جماعه بنستخدمها في مراحل التزير طبعا لا يمكن تستخدم اليوريا في المراحل بتاعت التزهير بنستخدمها رشا على الاوراق كحاجه بتمتص بسرعه في خلال ساعتين بتكون معوضه للنبات كتير جدا جدا زي ما قلنا في الفيديوهات اللي قبل كده. كل قصتي كانت في اليوريا ان انا ما استخدمش اليوريا في الحراره العاليه وتستخدم في البروده وتستخدم في المراحل الاولى من حياه النبات ولا تستخدم في مرحله التزهير او مرحله النضج او مرحله النضج او مرحله الاثمار لان ده ممكن يعمل لي تشققات في الثمار زي ما بيحصل في البطيخ وبيحصل لك في الطماطم وبيحصل في غيرها يا ريت اكون استفدت وبركز تاني اليوريا لا تستخدم في درجات الحراره العاليه انا بتكلم على محاصيل الخضر ما نستخدمهاش في درجات الحراره العاليه علشان جزء منها هيفقد كتير آه وها ممكن آه تعمل لي تسمم للنبات واظن التسمم ما احنا شفناه والجماعه بتوع المنيا اللي كانوا بيزرعوا في شهر سبعة آه بيزرعوا طماطم وبيحطوا يوريا كانوا بيشوفوا النبات يكبرت ويقف والورقه بتاعته تلف ولونه يبقى ازرق يميل الى السواد ده تاثير اليوريا 46 شكرا لحضراتكم وبقول في الاخر حدش يسمد يوريا في الحراره للنباتات الخضر سواء في البيوت او في الزراعات المفتوحه شكرا لحضرتك